دكتور، احنا داخلين على طبعا قمه مصر للمناخ 27، واستضافه مصر لهذا الحدث العالمي والموافقه العالميه ان مصر تستضيف حدث عالمي كهذا على ارضها، يدل ان في ثقه من العالم اجمع ان مصر ماشيه في طريق صحيح على مستوى الطاقه النظيفه والمتجدده. خلينا نعرف تفاصيل اكثر، ايه الانجازات اللي حققتها مصر في هذا الاطار؟ الحقيقه مصر منذ تم التوقيع على الاتفاقيه الاطاريه للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ سنة 1992 في ريو دي جانيرو في البرازيل، منذ هذا التاريخ ومصر عضو نشط في الاتفاقية، تتعاون مع المجتمع الدولي على مستوى رفيع، مشاركة في جميع الفعاليات اللي طرحتها الاتفاقية حتى الآن. مصر راتيفايد الاتفاقية 94، وقعوا عليها وبعدين اعتمدت 94، وبعدين مصر وقعت على بروتوكول كيوتو 97، دخل حيز النفاذ سنة 2005، ادى سماح ل 2012 لتحقيق بعض المستهدفات، وبعدين امتد ل 2021، ولكن كان ضعف كبروتوكول، وبالتالي المجتمع الدولي جدد التزامه مرة أخرى متجاوزا الصعوبات والعقبات التي ارتبطت ببروتوكول كيوتو في الاتفاق الدولي الحادث سنة 2015 في قمة المناخ رقم 22 في باريس. ودي السيد الرئيس أعلن فيها مبادرتين لأفريقيا، المبادرة الأفريقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة. الحقيقة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة بتصب في مسار آخر في مكافحة التغيرات المناخية، وهو مسار تخفيف الانبعاثات الكربونية الخطيرة. فمصر من هذا المنطلق، مصر أيضا شاركت في الإبلاغ الوطني الأول عن مخزون غازات الدفيئة، والإبلاغ الوطني الثاني والإبلاغ الوطني الثالث والتقرير الثنائي ثنائي السنة، التقرير ثنائي السنة التجديدي. أيضا مصر عملت مجموعة من الاستراتيجيات اللي كلها بتصب في مكافحة تغير المناخ. عندنا استراتيجية الطاقة المتجددة، عندنا الاستراتيجية للطاقة المستدامة 2035، عندنا استراتيجية ترشيد الطاقة، عندنا استراتيجية التعامل أو التخلص من المخلفات، إدارة المخلفات الصلبة. مصر الحقيقة على كل الأصعدة كان لها إنبوت واضح جدا. طيب بالنسبة بقى لأيضا جهاز شؤون البيئة كفوكال بوينت، النقطة المركزية لأنشطة تغير المناخ والاتصال بالعالم من خلالها، بيتم من خلالها بشكل مؤسسي، بتمثل مصر في الاتفاقية بتعاون طبعا مع وزارة الخارجية، لأنه ده حدث على مستوى دبلوماسي رفيع ومستوى تقني رفيع أيضا، وبالتالي تتكاتف وزارة الخارجية مع وزارة البيئة في تمثيل مصر في مؤتمرات المناخ. ليس ذلك فحسب، الوفد المصري بيكون في أعضاء من الوزارات المعنية كلها علشان يغطوا الجوانب الفنية المرتبطة بمكافحة التغير المناخي في كل القطاعات. احنا عندنا 5 قطاعات جوهرية: قطاع الطاقة، قطاع الصناعة، قطاع النقل، قطاع الزراعة، قطاع المخلفات. والوزارات المعنية لها النهاردة، مصر النهاردة عملت استراتيجية للإنتاج الأقل من الانبعاثات، استراتيجية لمناهضة زيادة الانبعاثات، بتكتمل الآن في بلورة شاملة استراتيجية للتغيرات المناخية. لكن النهاردة عندنا خطوة على يعني تمت، وهي الـ يعني بيسموها الانتاج الأخفض للكربون أو الانتاج المنخفض للكربون. فإحنا عندنا اوريدي استراتيجية للانتاج الأخفض للكربون، إن إحنا عندنا مستهدف أن نقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري رويدا رويدا
وزير الكهرباء قال طبعا مؤخرا الوصول كمان ان احنا بنراهن ان احنا نوصل لصفر كربون كمان. الحقيقه ده طبعا هدف طموح جدا العالم كله مع وجود الهيدروجين الاخضر ممكن العالم كله بيتمنى ان يوصل له، لكن غالبا يعني احنا اولا وصلنا الى مستوى عايزين نوقفه، فالاول ننجح في التثبيت، يعني لازم نثبت الانبعاثات انها ما تزيدش، وبعدين بقى تتولى الجهود ان احنا نخفضها رويدا رويدا الى اي مدى نستطيع النجاح فيه. المهم ان احنا نلجم الزياده النهارده عند الحد ده، لان احنا ابتدينا نواجه خطر كبير جدا. اكمل الوزارات، اتفضل. عندنا في اطار استراتيجيه الانتاج الاخفض من الكربون او التنميه الخفيضه الكربون، الاستراتيجيه دي فيها استراتيجيات فرعيه لكل القطاعات وتقودها الوزارات المعنيه. ففي قطاع الطاقه وزاره الكهرباء ووزاره البترول في اجنده كبيره للاجراءات التي يجب ان تتبع لخفض غازات الاحتباس الحراري، منها طبعا في وزاره الكهرباء الانتقال الى الطاقات الجديده والمتجدده، استدخال الهيدروجين في استراتيجيه توليد الطاقه لسنه 2035 كما وجه السيد الرئيس باستدخال هذا البعد، واخد بال سيادتي؟ ففي اجراءات في ترشيد الطاقه، كلما قللنا حرق الوقود الاحفوري كلما قللنا الانبعاثات، ده سواء في قطاع البترول او في قطاع الكهرباء. وزاره الزراعه فيها أنشطة عديدة، لأنه بيطلع غاز الميثان في تربية المواشي، بيطلع في زراعة الأرز، عندنا إنتاج غاز ميثان بكمية كبيرة. أيضا وزارة الزراعة عندها أجندة لخفض الانبعاثات فيها بشكل كويس جدا. وزارة الري شغالة على التكيف مع الآثار السيئة لتغير المناخ خاصة في قطاع الموارد المائية. كل الوزارات المعنية في جزئية تختص في استراتيجيتها بالتغيرات المناخية، فبيعكسوا الاهتمام بمكافحة التغير المناخي في كل الاستراتيجيات الفرعية.